في الملف السوداني، دعا رئيس الجزائري إلى العودة للمسار السلمي لحل الأزمة السودانية العميقة بعيدا عن أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية السودانية. يشهد السودان الشقيق انفجار دائرة العنف والاقتتال بين أبناء الشعب الواحد بعد أن استبشرنا بالاتفاق الإطار الذي تم التوقيع عليه لطي صفحة مرحلة الانتقالية وفور التدهور المتسارع للأوضاع على خلفية استمرار المواجهات المسلحة بين الأشقاء السودانيين. سارعت الجزائر بإرسال رسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، رئيس جمهورية القمر المتحدة والأمين التنفيذي للهيئة الحكومية للتنمية إيجاد من أجل تحرك سريع لحقن الدماء والعودة إلى المسار السلمي لحل الأزمة السودانية العميقة بعيدا عن أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية السودانية. وندعو مجددا الإخوة الأشقاء في السودان إلى تغليب المصلحة العليا للوطن والاحتكام إلى فضائل الحوار لحل الخلافات وتجريب الشعب السوداني الشقيق مخاطر الانزلاق في دوامة العنف الدموي الذي يشكل خطرا على السلم الاجتماعي ووحدة بلاد.